إلينا مباشرة عبر الهاتف من كوسيس بازار في بنغلاديش محمد أبو عساكر، المتحدث الإعلامي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. مرحبا بك معنا سيد محمد. يعني تحدثنا قبل الفاصل في تقرير مفصل عن اتفاق أبرم وسيطبق ربما قريبا لعودة هؤلاء اللاجئين بعد معاناة طويلة لمئات الآلاف منهم. أنتم في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هل ستكون لكم أي رقابة بعد عودة الروهينجا أو خلال تلك العملية؟ ومتى من المتوقع أن تبدأ هذه الصفقة بالتفعيل؟ بداية دعني أقول أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لم يتسنى لها حتى الآن الاطلاع على تفاصيل ومضمون هذه الاتفاقية. هذا اتفاق تم بين حكومتين، ونحن نشجع الحوار من أجل إيجاد حل لقضية اللاجئين. نحن نؤمن أن اللاجئين يجب أن تكون عودتهم عودة طوعية، وعلى أساس أن تضمن حقوقهم وتوفير حقوق مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وإيجاد حل مستدام لقضيتهم في حال عودتهم إلى بلدهم. طيب، هناك مخاوف تتحدث عن أن خاصة فصيل العسكر أو الجيش في ميانمار، هناك خشية من المراقبين وفق ما يقولون من أن يفشلوا هذا الاتفاق من خلال تطرفهم صفقة عودة اللاجئين اليوم من بنغلاديش إلى ميانمار. أنتم في الأمم المتحدة، هل سيكون لكم دور؟ هل لديك معلومات حتى هذه اللحظة إن كان لكم دور رقابي أو إشرافي على هذه العملية أم لا؟ كما ذكرت أننا لم نطلع على مضمون الاتفاق وما تم الاتفاق عليه، لكن ما هو مهم جدير بالقول أن هؤلاء اللاجئين خرجوا من ميانمار نتيجة الاضطهاد الذي مورس عليهم ونتيجة العنف الذي مورس عليهم، وهم الآن لاجئون في بنغلاديش طلبا للحماية. هم الآن موجودين لأنهم يعيشون بسلام. نحن نؤكد على أهمية عودتهم في حال معالجة جذور الأزمة ومعالجة القضايا التي أدت إلى خروجهم من ميانمار. طيب. نعم، واضح. على كل الأحوال، يعني يبدو أن ليس لديكم فكرة عن هذا الموضوع، ربما في الأيام القادمة ستكونون على اطلاع واسع بهذا الاتفاق. دعني أسألك اليوم عن يعني ظروف هؤلاء اللاجئين، بما أنك موجود حاليا في بنغلاديش عندما نتحدث عن مئات الآلاف، هل تستطيعون أو تتمكنون حتى اللحظة حتى اليوم من تقديم مساعدات يعني لهؤلاء هذا العدد الكبير في بنغلاديش؟ أزمة اللاجئ الروهينجا في بنغلاديش تعتبر الأزمة الأسرع في العالم اليوم، بعد وصول أكثر من 620 ألف من اللاجئين الروهينجا إلى بنغلاديش خلال فترة مدتها 8 أسابيع. كان معدل اللجوء 10 آلاف شخص بشكل يومي. القصص التي نسمعها من اللاجئين مأساوية جدا، يتفطر لها القلب. المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رفعت مستوى استجابتها للأزمة الحالية من 50 موظف إلى أكثر من 200 موظف، وقمنا بإرسال جسر جوي محمل ب 1500 طن من المساعدات الإنسانية لتكفي لمساعدة أكثر من 250 ألف من اللاجئين. إلى حد الآن قمنا بتوزيع المساعدات على اللاجئين الذين يأخذون الحصة التي تشمل المأوى بشكل أساسي. قدمنا مساعدات على مستوى موعودون بشيء من المساعدات من بعض الدول ربما في المرحلة القادمة لهؤلاء اللاجئين. سيد محمد، أقول أن ما نقدمه هو مهم، لأن رجال المفوضية وموظفيها يعملون على مدار الساعة 7 أيام بالأسبوع، لأننا ما زلنا في حالة طوارئ. ما قدم لحتى الآن غير كافي. الاحتياجات رهيبة وكبيرة جدا، الاحتياجات لا توصف صراحة، لأن هؤلاء الأشخاص يخرجون بلا شيء سوى ملابسهم تماما. نحن نأمل أن يكون هناك دعم وسخاء من الحكومات ومن الأفراد ومن الشركات. يعني دولار واحد يفرق في حياة أسرة لاجئة صدقا. الأسر يعيشون أوضاعا مزرية للغاية. شكرا جزيلا لك محمد أبو عساكر، المتحدث الإعلامي في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، متحدثا إلينا مباشرة عبر الهاتف من بنغلاديش.